السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو احنا عايزين نظبط التمبليت بتاعنا، بص لما تيجي تقول له انا عايز اعمل ملف نيو، هو اوتوماتيك بيفتح لي على الملف بتاع التمبليت وبيقول لي الافتراضي بتاعك ان انت بتشتغل على التمبليت دوت. فبكل بساطة لو انا فتحت التمبليت دوت تمام وعدلت فيه، خلاص ده يبقى انا كده عدلت على الملف اللي اول ما اقول له نيو هو ده يبقى مظبط معايا. على سبيل المثال هبدأ اظبط الليارات، تمام؟ مثلا على سبيل المثال هتعمل لير جديدة وهتسمي اللير دي مثلا ايه، على اساس معماري شرطة دور مثلا على سبيل المثال، وهتقول له مثلا اللير ديت انت عايزها مثلا اخضر مثلا، واللير ديت عايزها ازرق. هي الفكرة كلها من الستاندرد ان انا بظبط الاعداد بتاعتي، يعني بظبط الليارات، بظبط الانوتيشن. تيجي هنا تقول له مثلا التكست دوت انا عايز ابدا اظبط الاعداد بتاعته، يبقى عندي مثلا ستاندرد، عندي حاجة تانية حاجة تالتة زي ما انت عايز. الفونت الافتراضي بتاعي اريل، الفونت ستايل بتاعي هيبقى مثلا اي حاجة من الحاجات ديت، الافكت لو انت عايز تضيف اي تأثيرات معينة تعكس الكلام مش عارف ليه، بس الانوتيتيف تبدأ تظبط الاعداد بتاعتك، تشوف انهي واحد فيهم اللي انت عايزه الافتراضي بتاعك وتقول له كلوز، تمام. وكذلك الدايمنشن تبدأ تدخل في الاعداد بتاعتها، تمام. عندك هنا عايز 25 تقدر تضيف زي ما انت عايز، تقول له موديفاي وتبدأ تظبط الاعداد بتاعت الدايمنشن. مثلا الخط دوت عايز تظبط اللون بتاعه، هو طبعا نفضل كله يبقى باي لير، تمام. هنعمل طبعا لير للدايمنشن. اللاين تايب بتظبط هل هو يبقى باي لير ولا باي بلوك، ولا عايز يبقى شكله عامل ازاي. كل الحاجات الخاصة بالخطوط هتلاقيها هنا، المسافة من هنا لهنا، الرموز، تمام. يعني ممكن بدل ما هو بالشكل السهم دوت ممكن تخليه بشكل دوت بالشكل دوت، تمام. تقدر تضيف الليدر هيبقى شكله عامل ازاي، تمام. التكست الاعداد بتاعته هتاخد اني ستايل، ده احنا عندنا ستاندرد. التكست كولر، الفيل كولر، الفيت، البريمر يونت هتشتغل بان يونت، وهكذا. كل الاعداد دي بتبدأ تظبطها، تمام. وبعد كده هتقول له سيف، كده انت سيفت التمبليت بتاعك. بيقول لك عايز سيف الملف ده فين، هقول له انا عايز اسيفه في تمبليت في نفس المكان اللي هو بيسافي اوتوكاد ايسو، ده الملف الاساسي. سيف، بيقول لك هتعمل ريبليس. طيب اوكي تمام. طيب اقفل دوت، اقول له بعد كده انا عايز ملف جديد، فبيقول لي عايز ان واحد، هقول له نفس الملف الافتراضي بتاعك. اوكي، هتيجي هتلاقي اللير الزيرو واخده اللون اللي احنا اخترناه، وعندي اللير موجوده اهيت، وهتلاقي اعداد بتاع التكست بحيث اول ما تكتب تكست يبدا يلقط اني ستايل هيبدا يشتغل عليه الافتراضي بتاعه ايه. فهي دي فكره التمبليت وفكرة الستاندرد ببساطة خالص، وهي ان انا بحط الاعداد بتاعتي في الملف اللي انا هشتغل عليه. وممكن يبقى عندك كذا تمبليت، يعني ممكن لما تيجي هنا تقول له انا عايز تمبليت خاص بالمعماري، تمبليت خاص بالانشائي، بالام اي بي، وهكذا.